에이? 이것도 계기로 뭐야? 초반에 어? 그럼 저기 와서 문이 누웠는데 좀 저한테 안녕하세요 김국입니다 ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده الفيديو مميز انا كنت شاكه اني حامل فعملت اختبار الحمل مره واتنين يس طلعت حامل مش عارفه هقول لريان ازاي لكن حضر له مفاجاه هشوف رد فعله مش عارفة رد فعله هيبقى عامل ازاي بصراحة بعد اللي جميلة بتعمله فينا لكن يعني مش عارفة المشاعر متلخبطة لكن نعمة ربنا جميلة في كل وقت ربنا بعت لنا هدية من عنده مرة كمان فالحمد لله نعمة أنا بحمده عليها طول عمري كنت أتمنى أن يكون عندي طفل دلوقتي هيبقى عندي طفلين فالحمد لله بروح احضر المفاجأة لريان واشوف رد فعله حمل لبسنا بعد ما ثبتت الرؤية وحمل دلوقتي هفاجئ ريان بحمل مش متوقع ردة فعله هتبقى عاملة ازاي ربنا يستر كده فجي بيها ريان مش متوقع رد فعل ريان هيبقى عامل ازاي لما يعرف ان انا حامل تاني ربنا يستر كده اليوم صبحي عامله صبحي 경기를 끝낼 수 있을지 자, 자, 대표님 들어갑니다 아, 어려운 승부 끝에 임성희 선수가 세트스가 3대2로 달렸지만 에이? 이것도 계기로 김병현 뭐야? 초반에 어? 아, 저기 와서 문이 누웠는데 저한테 뭐야? 표준이 너무 귀여워 우리 진짜 아? 왜 미안해 아이고 엄마가 더 좋아 우리 다원이한테 동생 생겼어요 네 다원이 몸에 안 들어요 حبيت اقضي اللحظة ديت مع اسرتي بعتذر لو التصوير ما كانش لطيف بسبب جميلة يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم ادعوا لي يوم بالسلامة ما تنسوش تعليق حلو سبسكرايب لايك وشير وي انيانج